الكوليسترول مادة سخيفة، لكن مهمة جدا، مادة كيماوية موجودة في الدم، مهم بيصنع منها حاجات كتير جدا، هرمونات كتير، وتخش في عمل حاجات كتير جدا جدا. الكوليسترول نوعين، في نوع حميد ونوع سيء. الحميد كويس، وحتى لو عالي كويس قوي، والسيء سخيف فممنوع انه يعلى. العضو المنوط به صناعة الكوليسترول هو الكبد. واحد هيتعجب جدا يقول لي الكوليسترول بيتعمل في الجسم؟ اقول له اه. يقول لي مش احنا بناكله؟ اقول له اه. اذا في مصدرين للكوليسترول في الجسم، مصنع محلي وهو الكبد، وانا باخد من بره. بصوا اللي بيقول سبحان الله يبقى غلطان، الكبد يعمل كوليسترول ويخرجه، الفائض او الزائد عن الحاجه يخرجه الكبد في المراره، في العصاره المراريه. تقول لي ده فعلا سبحان الله، هات لي جهاز في الدنيا يعمل الحاجه وينسفها. يا جهاز بيعمل وجهاز بينسف، ده جهاز واحد بيعمل ويحميك من الكوليسترول. بيخرج الكوليسترول من الكبد عن طريق العصارة الصفراوية في المرارة. عشان كده بعض الناس هتلاقي راح شال المرارة، فالجراح يقول له دي كانت مليانة حصى كوليسترول، كوليسترول كتير جدا جدا، يتبلور ويعمل حصاوي. هناك ما يسمى حصى كوليسترول في المرارة. ليه؟ لأن الكبد بياخده من الدم ويخرجه إلى الأمعاء، بس بيقعد في المرارة فترة من الوقت. طب الكبد بيعمل كوليسترول؟ آه. طيب افرض كبد تعبان، يعني واحد عنده تليف كبد، هل الكوليسترول بقى واطي؟ الإجابة لأ، الإجابة لأ. لماذا؟ لأن أقل خلايا من الكبد تقدر تعمل الكوليسترول الطبيعي في الدم. يعني عشان نتخيل، كبد ما بيعملش كوليسترول يبقى إنسان فارق الحياة. أقل كمية من الكبد تعمل كوليسترول، وبالتالي مش من المنطقي ولا العلمي إن احنا نقول لما الكبد يتليف نلاقي الكوليسترول واطي خالص. هتقول لي ممكن ده يبقى احد وظائف الكبد، اقول لك اه اوكي. لكن ممكن الاقي الكوليسترول عالي في مشكله فين؟ في المراره. لو انا قافل القنوات المراريه يبقى كل الكوليسترول اللي هيخش هيلاقي السكه مسدوده يرجع تاني، فممكن الاقي الكوليسترول عالي في انسداد مراري، لكن صعب جدا جدا الاقيه واطي في تليف كبد، لانه ما بيتعملش. لا، هو بيتعمل لأن أقل خلايا من الكبد ممكن تعمل هذا الكوليسترول.